مرحبا. أهلين أهلين أستاذ وسام. لك مو معقول شو هالصدفة الحلوة؟ لا الحقيقة هي أبدا مو صدفة. شو قصدك؟ قصدك إنه أنا جاية على باب المجلة بس لحتى أشوفك؟ أنا كل المجلة على بعضها ماني شايفتها. طولي بالك، مو هيك قصدي. أنا كنت واقف على الشباك وشفتك واقفة فنزلت لحتى أحكي معك، يعني قصدي أنه طلعتي أنا من الشركة لحتى أحكي معك مو صدفة. أوكي هلأ فهمت عليك، أنت بدك تحكي معي ما؟ إيه مزبوط، بس بفضل نحكي بالمكتب طبعاً إذا هالشي ما بيضايقك، يعني إذا بتفضلي نحكي بالشارع أو بأي مكان تاني أنا كمان ما عندي مانع إذا بتطمني. لا لا أبداً ما عندي مانع. بس بخصوص شو بدنا نحكي؟ بخصوص رجعتك على الشغل. أنا بعرف إنه الموقف اللي صار المرة الماضية ما كان مقصود، ولساتني لهلأ مصر إنه ما رح ألاقي حدا أنسب منك يستلم عندي قسم الأزياء بالمجلة. أوكي إذا أنت هيك شايف ما فيني أقول لك لا. تفضلي. عفوا. يا حبيبي معقول لحقت تشتاقي لي؟ هلا كنا مع بعض. وين سميحة؟ ليش ما اجت اكله؟ سميحة بغرفتها من الصبح ما طلعت منها، ما عم تلحق دراسة. يو مالها بالعادة؟ ايه لا مو قرب الفحص فشاد همتها منيح. اي برافو اذا هيك، الله لا يضيع لها تعب، بس مع ذلك ما لازم ما تاكل معنا، انا عايمة ناديلة. سميحة قومي تغدي. سميحة سميحة نايمة؟ شو بكي نقصتيني؟ ما شايفتيني عم ركز؟ شو هالتركيز ما شاء الله حولك؟ ايه قومي قومي تغدي بلكي بيعلى تركيزك شوي. يلا قومي. ما بيخلوا الواحد يركز، شوفي يا زلمة كسر عيون مغمضي. دورمين اليوم بالجلي؟ انا بجلي اليوم مو مشكلة. ايه ما اسكن هون نسياني انه بدنا ندور عليه اليوم. سميحة شيلي الكتاب لأعرف امسح. ايه والموبايل بطريقك. تعالي شوف احكي لي شو صار معك. شو احكي؟ الاستاذ وسام طلب مني انه ارجع على الشغل، يعني ما خلاني كلف خاطري وقل له انه انا حابة ارجع. ايه ماشي مثل ما بدك. يو يعني مالك مصدقتيني؟ لك الاستاذ وسام بشحمه ولحمه اليوم طلب مني شخصيا انه ارجع على الشغل، ليش ما عم تصدقوا؟ ايه وانا المخرج فراس شخصيا دق لي وعرض علي دور مسلسله الجديد. ايه وليش عم تضحكوا انت وياها ست سميحة؟ لا ما في شيء، بس معقول فراس المخرج الكبير يبعث لك نص إليك؟ ايه معقولة، وليك النص معي حبيبتي. أنا مبسوطة كتير، حاسة شغلي بالمجلة هيك رح يفتح لي كتير بواب حلوة لقدام. ايه وأنا كمان كتير 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 مبسوطة، وحاسة أموري بلشت تتلحلح. رسالة من مين يا ترى؟ ولي شو هاد؟ خير شو في؟ هاي رسالة من شركة موبايل، طلعت فاتورتي. قديش؟ 8500. شو؟ لا واضح أمورك كتير بلشت تتلحلح. وانتي معك تدفعيها؟ ايه معي بس مو وقتها هلا، يعني ليش 8500؟ ميديا؟ دقي دقي لو
وائل خليه يشوف لك شو قصة الفاتورة. اي والله.